هل السنسور بيستخدموه بيقدر يميز بين المعدن والغير معدن، وفي المعادن يقدر يميز نوع المعدن؟ هو بياخد اي معادن مش قابله للمغناطه، لكن مش بيقدر يميز هي ايه. لو انا معتمد على السنسور بس كده بشكل رو، مش كل مره هاخد نفس الحاجه. معنى كلام حضرتك ان الانسان ما بيطلعش نفس السيجنال بالظبط كل مره لنفس الحركه. بالظبط. وده لو حاسس هيتحرك كده تمام، وهكذا والعكس. لكن لو ده الاثنين حاسين بيتحرك قدام تمام. التكنيكات اللي فيها مش معقده قوي، وده بيخليني اطلب منكم ان انتوا توجهوا الشغل بتاعكم ده للعب الاطفال. الماشين ليرنينج بتاعنا ده كسب جايزه لوحده تبع مايكروسوفت، كسب اول عالم مايكروسوفت. انا هتوجه لكم الشكر. شكرا لحضرتك. تيم وركينج على اعلى مستوى.